كل يا اخويا بالهنا والشفا. لا كفايه كده صباح. كفايه ده ايه؟ ده انت بقالك نص ساعه في الطبق التاني بس. ايوه ما انا ما بقدرش غير على طبق واحد بس، الطبق التاني عمره ما كملته. ما تكسفنيش بقى. صدقيني وحياتك عندي وحياه امي، مش هقدر، انا لو اكلت معلقه تانية ممكن اموت. بعد الشر عليك. طب ده انا كان يجرالي حاجه. بجد يا صباح؟ اه بجد. اصل انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه يا سي عبد الله. صباح انا، انت ايه يا اخوي؟ انا قلبي. ماله قلب؟ هيوقف. من الفرحه؟ لا من القشطه. مالك يا سي عبد الله؟ انا؟ لا لا انا زي الفل. الحقوني يا ناس، الحقوني، الراجل هيفيص مني. ماله الاستاذ؟ ماله؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. زي ما احنا موجودين معاكم دلوقتي بعد الفاصل، كم التليفونات اللي دخلت على الكنترول غير طبيعي، مش متخيل الحقيقه. ناس كتير جدا عايزه تتكلم في موضوع المبادره والكليب اللي شافوه. احنا معانا على تليفون الحاجه ام فاروق، الحقيقه هي واحده من غلابه وفقراء هذا الوطن اللي المفترض ان بتتكلم عنهم نيلي. بالمناسبه الحاجه ام فاروق شاركت في الكليب ده، ازيك يا حاجه؟ ايوه يا استاذ يوسف، انا بكلم حضرتك عشان تجيب لي حقي. خير يا حاجة؟ ايه مين اللي خد حقك؟ ايه اللي حصل؟ البنت اللي قاعدة جنبك دي كانت متفقة معانا على حاجة، واللي حصل حاجة تانية خالص. كنا بنصور مع عادل امام جنبكم في البليوتو، وجم خدونا واتفقوا معانا وقالوا لنا هيجيبونا في البريك وجبة كنتاكي 3 قطع وريزو، وفي الاخر يجيبولنا 70 كفتة مقددين، ولا طحينة ولا بابا ولا خضرة، وعايزين يحاسبونا كمان على نص يوم. يرضي مين ده يا استاذ يوسف؟ على فكرة انت جايبة كومبارسات. لا المكالمات دي فيك، المكالمات دي كلها من جوه من عندك في الكنترول. كنترول مين وفيك مين؟ انت جايبة كم ناس غير طبيعي مالوا القناة ومالوا الكنترول، احنا ما كناش عارفين نمشي برا. اوكي يبقى انا عرفت مين اللي عامل المكالمات دي، واحب اقول لها يا جيسي انت عمرك ما هتكوني انجح مني، وحسابنا في النادي. امال فين الاسعاف؟ الراجل هيفيص مني. ما تلاقيش يا ست صباح، الاسعاف على وصول. ده ايه الحظ الدكر ده يا رب؟ ايه ده؟ دي البت نيلي. يا لهوي، بقول لك ايه؟ هات الريموت وعلي التلفزيون ده. تلفزيون ايه دلوقتي؟ الراجل بيموت، احنا في ايه ولا في ايه؟ وانت مالك يموت ولا يروح في 60 داهية ومن بقيت اهلك؟ اسمع الكلام. حاضر. يا نيلي ما ينفعش نتكلم مع المشاهد كده، قلنا 100 مرة. لا لا معلش، أنا عايز أعرف إيه اللي مش عاجبك بقى أنت كمان؟ أنت كلك على بعضك كده مش عاجباني. طب بتتفرجي عليا ليه؟ روحي اقلبي القناه، روحي اتفرجي على وائل ابراشي ولا عمرو اديب ولا منى الشاذلي. ما تتفرج على مين؟ هي تتفرج على برنامجنا والقناه بتاعتنا. طب اقول لك حاجه، روحي بقى اتعلمي برنامج طبخ كده، شوفي بيعملوا ازاي كريم كراميل، واعملي لي اطفالك بقى تسلي. ده يعني الحقيقه مدام منى، مدام منى معلش احنا اسفين جدا 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 على طريقه الكلام، نيلي لازم تهدي اعصابك اكتر من كده وتستحملي الناس لو سمحتي. شكرا جدا ليكي مدام منى. احنا معانا تليفون تاني من الست صباح، بتكلمينا من بيتي. يا نيلي الحقيني. انت مين؟ انا خالتك صباح يا بيت، الحقيني ابوكي بيفيص مني. بابي ماله؟ تعبان؟ يا اختي هو ده وقته؟ الاسعاف هتيجي وهاخده على الفرنساوي، ابقي حصليني انت بقى على هناك. هو تعبان قوي كده هتسفروه فرنسا؟ لا 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 مش فرنسا ولا حاجه، الفرنساوي ده القصر العيني الفرنساوي، ده موجود جنب جاردن سيتي كده لو ليكي اصحاب هناك. انا مش عارفه، ممكن تبقى تبعت لي لوكيشن على الواتساب؟ هبعت لك اللوكيشن وهنبعت معاكي حد بالعربيه يوصلك ونطمن على باباكي، ان شاء الله كل حاجه تبقى خير. طبعا احنا اكيد طبعا بنعتذر، واكيد قلبنا مع نيلي ومع والدها، وان شاء الله هنطمن عليها. نستاذنكم احنا فعلا لازم نختم الحلقه دلوقتي، ونتقابل بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. يا خيبتك يا صباح. يا حظك الاسود يا شرهان. يا حظك المهبب يا صباح. جات الحزينه تفرح ما لقيت لهاش مطرح.